معنا راح يكون مسؤول المشروع محمد الرجدان وأعضاء من فريق شلة. طبعا هذا الفريق اسمه فريق شلة للفنون والمسرح. طبعا هذا الفريق هو بالشراكة مع مركز شباب أصلت ومنتدى البلقاء الثقافي. معنا من الأعضاء غدير رمضان وأحمد القلقيلي ومحمد الرجدان مرة ثانية موجودين معنا في الاستوديو. بدي أصبح عليكم فردا فردا وأهلا وسهلا فيكم ونورتونا في الاستوديو يوم جديد. صباح النور. بداية نحب نصبي عليكم ونصبي على جميع المشاهدين متابعين التلفزيون الأردني تحديدا برنامجكم الرائع صراحة. بحب أشكر برضو إدارة القناة على استضافتهم لنا ودعمهم الواضح والمستمر للشباب. نعم. يعني بداية نتحدث إحنا المسرح له تاريخ عظيم وخشبة المسرح دائما كانت منفذ ونقدر نحكي وصل من خلالها رسائل وتوعية وأيضا تغير من خلالها مواضيع كثيرة. بنتحدث عن مشروعكم مشروع شلة، كيف بدأت الفكرة وكيف يعني تطورت مع هذا الوقت؟ تمام. هو فريق شلة احنا بدأنا من أكثر من 4 سنين الحمد لله. حديثا تم إطلاق مشروع اللي هو مسرح الشباب في خدمة المجتمع. تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع مركز شباب السلط ومنتدى البلقاء الثقافي. طبعا كل الشكر لهم على دعمهم. بداية احنا يعني إيمانا بدنا بمقولة أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. المسرح مش فقط خشبة بنطلع عليها بنأدي عليها فبالتالي ناس تزقف لنا فنروح السلام عليكم وعليكم السلام. المسرح الإشي اللي لازم يثبت فيه الإشي التابع للمسرح، يعني بعد المسرحية لازم يكون في فكرة وصلت للناس، لازم يكون في أثر صار بالناس. فمن هون احنا انطلقنا بهذا المشروع على 3 محاور، منها عروض اجتماعية، عروض توعوية، ومسرح الأطفال واللي هو مسرح الدمى. الحمد لله احنا قبل مدة بسيطة عملنا أول عرض مسرحي بهذا المشروع. هذا المشروع أطلقناه بتاريخ 5/5 وثالث أيام العيد كان أول مسرح. تاريخ 5/5 اللي هو هذا الشهر الشهر الحالي. مظبوط. قمنا بعمل مسرحية مع مركز موسى الساكت، حديقة موسى، حديقة الأطفال للسلط، تابع لمركز موسى الساكت في السلط أيضا. ثالث أيام العيد عملنا عرض مسرحي كان تحت عنوان علاء الدين والتليفون السحري. هي إحنا هنا ركزنا على محورين أو على فئتين. طبعا حلو. ومع التقيد بالاجراءات أكيد الوقائيه اكيد كان الحضور وكانت في الحديقه بالإشي. المسرحيه مش داخل يعني غرفه، لا كانت خارجيه قاعه يعني. حلو كتير. طيب رح نواصل اكيد حديثنا عن هذه التفاصيل كلها محمد، بس اسمح لي انتقل لغدير لانه غدير حكت لي قبل شوي انه هي المتخصصه فيما يتعلق بموضوع المكياج المسرحي. مزبوط، مكياج سينمائي. مكياج سينمائي. ممكن لو سمحتي تحكي لي عن هذا التخصص وكيف دخلتي فيه وكيف اتقنتي هاي المهاره؟ بالبداية إنه دخلت فيها إنه كنت من زمان حابة أتعلمها، فمرة مرة موادها كلياتها من البيت، هي مواد عبارة عن مواد اصطناعية، مواد غذائية، ندمجهم ببعض ليكون عندنا مواد اللي هي دم وعجين لنعمل فيها المكياج السينمائي. حلو كتير. نعم. الناس بفكروا إنه إشي سهل وبسرعة بنعمل، بس هو بده دقة وبده صبر. فإنه إحنا عندنا الصبر وعندنا الدقة بالعمل وبيطلع معنا عمل احترافي كتير. نعم. يعني غدير بالحديث أيضا دائما بدك تتماشي من خلال المكياج بإيصال الرسالة، يعني حسب الموضوع كمان أنت بدك تشتغلي شو اللون اللي عم تشتغلي عليه وأيضا شو طريقة المكياج اللي رح تستخدميها. لابد بأنه عالم المكياج وخصوصا السينمائي كبير، عالم واسع جدا. كيف عم تطوري على حالك بهذا المجال؟ يعني كيف عم دائما بتواكبي شو عم بيصير من خلال نحكي الانترنت او ممكن من خلال دورات، او كيف اشتغلتي على الموضوع؟ هي يعني المكياج السينمائي بنحاول ندرج قضايا اجتماعيه اكثر وبنسلط الضوء على مثلا القضيه الفلسطينيه، من خلالها بنوصل رساله بالمكياج السينمائي. طيب بدي انتقل لاحمد. احمد حضرتك متخصص فيما يتعلق بموضوع الكتابه المسرحيه، نحكي شوي عن الموضوع الاول اللي بداتوا فيه بمشروعكم اللي كان بايام العيد، عيد الفطر السعيد. نحكي شوي عن الموضوع وكيف كتبتها وعن ايش كانت. اول شيء كان على المسرحيه بتحكي عن علاء الدين والتليفون السحري. تخصصت انا بالكتابه لكتابه السيناريو حلو تبع المسرحيه اللي هو كان شخصيات ياسمين وعلاء.
وكان انه ام ياسمين بنتها يعني عيد كان عيد ميلادها وامها حاولت انها تجيب لها تليفون، لكن علاء الدين هو اللي هو ابوها رافض هاي الفكره لانه بنته ياسمين بتكون صغيره بالعمر. نعم. فاحنا من خلال المسرحيه حكينا شو هي اخطار خطر التلفون للاعمار الصغيره، لانه بكون فيها شائعات وفتن، وبرضه بكون فيها العاب عنيفه ممكن لقدام انه تتعلم هذا الطفل كيف العنف وكيف انه يكون يعني بتربيه غير لطيفه. يعني هدف كثير حلو من هيك مسرحيه قدمتوها وفي البدايه، لانه هي يعني اطفالنا كلهم الواقع. يعني كل طموحهم وشغفهم بالحياه انهم يصيروا ماسكين الموبايل بايدهم، يصير عندهم حريه بالوقت. نعم. الله يعطيكم العافيه بصراحه. نعم. يعني محمد بنرجع لك انت، يعني مره اخرى انت مؤسس هذه المبادرة أو هذا المشروع بشكل عام، ولكن بدنا نتحدث عن دائما في خطط مستقبلية. إحنا عارفين إنه يمكن في مواضيع ممكن بتواكب كل فترة موضوع جديد، فئات مستهدفة عم تشتغلوا عليها سواء كان أطفال أو حتى بالغين، بس دائما شو خطتكم لقدام؟ يعني شو الإشي اللي عم تطمح له من خلال مشروعك؟ أصل المسرح زي ما بتعرف أنت تفضلت إنه هو بنقدر نعتبرها النافذة اللي بتوصل للعالم بأفكار جدا قوية. فإحنا بالمسرح بنحب نواكب الأشياء اللي بتصير. يعني مثلا موضوع اللي تفضل قبل شوي زميلي أحمد وحكى عن أنه التليفون وكيف مخاطره، هذا الموضوع صرنا نشوفه إحنا بالمجتمع، فبالتالي صار واجبنا أن نعمل عنه مسرحية أو نعمل عرض مسرحي يتواكب هذا الشيء. قبل فترة كمان كان في عنا موضوع العنف ضد المرأة، واكبنا هذا الموضوع بعرض لطيف هيك جميل، ناقشنا فيه العنف ضد المرأة ووقايته وكل شيء فيه. فهي بالتالي احنا جاهزين طالما في قضايا احنا اول باول بنتناولها وبنعمل عنها عروض. طيب فطمر القضايا في مسائل. نعم محمد، انتم يعني شراكتكم مع مركز شباب الصلت ومنتدى البلقاء الثقافي شراكه يعني بدات مع هذا المشروع في سبيل يعني انه هالمشروع ينجح بهذا الفكر الشبابي الجميل، يعني واللي عنده رساله هادفه وساميه لمجتمعنا الاردني. نحكي شوي عن هاي الشراكه وعن مدى اهميتها واهميه دعم الشباب بشكل عام لما يكون في عندهم افكار مثل هيك افكار. حاليا احنا كفريق هو مستقل من قبل 4 سنوات، ولكن المشروع هذا تم بدعم من مركز شباب الصلت ومنتدى البلقاء الثقافي. بصراحة حسينا جدا بأريحية كونه احنا بلش معنا مشروع من قبل 4 سنوات لما كنا بالجامعة. ففعليا كان كل شيء، مش فقط نحكي بأمور مادية، أي أمور ثانية ثانوية زي أماكن تدريب، حتى التعامل كان شوية إنه إشي جديد، فالناس مش متقبليته. حتى المسؤولين كان يعني نحكي مسؤولين بالجامعات أو المسؤولين اللي عن هذا الموضوع شوي في تردد فيه. يعني احنا بنعرف دائما بيحكوا لنا الناس انه الصلت زمان تحديدا كان المسرح الناس زي ما بيحكوها يعني يذبحوا بعض زي ما بيحكوها على تذاكر المسرح، ولكن هسه في توافد عالي. توافد عالي جدا كان على المسرح. حاليا المسرح لاني لو وقفنا اي شخص بنقول له شو بتعرف على المسرح بالاردن راح يذكر اسماء اساتذه كبار جدا، ولكن مع ذكر هالاسماء لازم برضه نذكر اسماء جديده طلعت على الساحة، ولكن احنا مهمش موضوع المسرح. شو السبب برأيك يعني موضوع المسرح؟ هل السبب بانه اصبح هناك خلينا نحكي تلفزيون، عم بيصير في هناك افلام، عم بيصير في هناك سوشيال ميديا؟ شو السبب اللي خلى هالمسرح يتنحى يعني حتى بشكل عام؟ احنا عم نحكي سواء بالاردن او خارج الاردن عم بيكون هناك اختفاء نوعا ما لدور المسرح. ببساطة لأنه الحياة كلها تغيرت. يعني هسه صار واحد ما فيش داعي يطلع مكان مسافة عشان يحضر مسرحية أو يحضر عمل فني، صار هو قاعد ببيته بيقدر يحضر الإشي على التلفزيون، صار حتى هو قاعد بغرفته بيحضر على التليفون هسه. ولكن متعة المسرح وخشبة المسرح إلها نكهة خاصة. أكيد إحنا بنحاول يعني نذوق الناس هاي المتعة على أساس إنه خلص يعتمدوا هاي الشيء. نعم. لأنه صار فترة إنه في هيك زي ما شفتوا عن هذا الموضوع ورحنا لموضوع التلفزيون أفلام. هو إشي طبعا فني جميل موضوع التلفزيون والأفلام، ولكن المسرح بيظله أبو أكيد الفرن. أكيد محمد، هو دائما لما الإنسان يكتب شغلة أو يخطط لشغلة معينة أو مشروع أو يكون في عنده هدف بده يوصل له بيكون متوقع نتائج معينة من هذا المشروع، وأنتم كفريق أكيد متوقعين نتائج في نهاية هذا المطاف أو نهاية هذا المشروع. بدي أسألكم يعني بشكل عام وفي ختام لقائنا غدير وأحمد فيما يتعلق بالإشي اللي بتطمحوا له من خلال هذا المشروع، للإشي اللي أنتم حابين توصلوا له. تفضل. هسه أنا كموهبتي بالفريق كاتب،
أكيد بطمح لأنه أصير مثلا يعني كاتب يعني معروف أو على مستوى. نعم. وأقدم بالكتابات أنا بقدمها حل فيها مشكلات اجتماعية بتصير فينا يعني بداخل البلاد. نعم. وبصير أقدر أقترح عليهم حلول في بكتابات اللي بقدمها أنا وبالنصوص اللي بكتبها يعني. كتير حلو. حسيت بنتيجة معينة بأول مسرحية قمت بكتابتها يعني كسيناريو لإلها؟ شو حسيت يعني بعد ما تم تطبيقها على أرض الواقع وترجمتها؟ الحمد لله. أكيد يعني هو شعور حلو كان إنه تكتب سيناريو لمسرحية وتلاقي أنت كتابتك قاعد بتنحك في مسرحية. هذا الإشي جميل جدا وبعطيك يعني شعور حلو يعني. ورجعنا كتابنا برضو المسرحية تبعت علاء الدين والتليفون السحري برضو كانت جميلة وكان فيها نوع من الكوميديا ونالت على إعجاب العائلات اللي تواجدوا يعني بالمسرحية. أحمد يمكن تحدثت عن موضوع الكوميديا وكنت أسألك بهذا الخصوص. دائما وجود كاتب بتنوع من كاتب ساخر كاتب عم بيوصل رسالة ولكن بطريقة جدية أو غيرها من أنواع الكتابة، وين بتشوف حالك أكثر شيء؟ هس أنا صراحة الكتابة الكوميدية كنت أول مرة بخوض فيها اللي هي بالمسرحية اللي عملناها، لكن أنا بميل لكتاباتي بكتب بالأشياء الاجتماعية. وضع اجتماعي. بالوضع الاجتماعي نعم صحيح. شكرا. بس طيب. إذا في مجال. نعم أكيد بس بدي أسمح لي أسأل غدير هذا السؤال اللي سألته لكم لحضراتكم إنه إيش حابة توصلي في هذا أنا المجال؟ أنا بصراحة بلشت أغير من حالي، أغير نظرة الحوالي إلي. بعدين عشان أغير الحواليه وأغير المجتمع. حلو كتير. نعم. جميل. الله يوفقكم دائما أحمد وغدير. وبدي أنتقل لك محمد بكلمة أخيرة تفضل. نعم. بس ده نبه شغل، إحنا بالفريق أعضاء عدد كبير يعني فينا بالمكياج السينمائي ما شاء الله عليها غدير، ولكن بإضافة فينا أشخاص مكياج سينمائي. أحمد كاتب، فينا كتاب يعني قائد الفريق يحيى طبعا أوجه له التحية. أكيد. هو كاتب المسرحيات يمكن كان برضو من قبل 4 سنوات ما شاء الله عليه مبدع يعني بشهادة جميع الحضور. نعم. بس الله يسعدك. بدي أنبه عن نقطة بس بسيطة إنه فريق شلة مش فقط للبلقاء تحديدا أو للسلط بتخصيص، هو لجميع حال المملكة، في معنا أعضاء من الزرقاء، في معنا أعضاء من عمان. بالنهاية هم الناس بدهم المكان اللي يجوا عليه يلاقوا دعم، يلاقوا احترام، يلاقوا دعم لمواهبهم، مش يكون فقط كلام يعني. هذا الشيء اللي احنا بنعاني منه بقطاع الشباب للأسف. نعم. يعني أول شيء بنوجه تحية لكل أعضاء الفريق فردا فردا، وبنشكركم على وجودكم اليوم معنا، وشكرا لك محمد الرشدان. يعني بنتمنى هذا المشروع يكبر ورسالة توصل والأهداف اللي يعني اللي أنتم مخططينها كلها تتحقق، وبنتمنى لكم التوفيق غدير وأيضا أحمد. شكرا على وجودكم وكل التوفيق.